طبعا ناهيك عن انه فوائد مهرجانات المهرجانات الفنيه فوائد كتيره جدا، يعني على الاقل صناع الدراما كلهم بيلتقوا مع بعض، ممكن يتكلموا، ممكن يتبادلوا الافكار، يتبادلوا الخطط، يبقى في وضوح رؤية للسلبيات الإيجابيات اللي عايزين نركز عليها، حاجات كتيرة قوي بتفيد الصناعة من خلال هذه المهرجانات. ولذلك أنا أرجو كل التوفيق والنجاح لهذا المهرجان إن شاء الله. شكرا. روحانيات الشيخ باقي معايا شوية صغيرين وإن شاء الله هنكملهم في الجزء الثالث إن شاء الله. هتوصل فين بقى؟ لا ما أعرفش تفاصيل لسه. رد فعل الناس كان على الشخصية، معرفة أنا حركت أقرب لي خطوة، رد فعل الناس كان على الشخصية أكيد كان أكتر من رائع، والناس حبتها بشكل مش طبيعي الحقيقة. يعني الحمد لله الناس تفاعلت مع الشخصية وحبتها فعلا، وده أسعدني يعني. وبرغم غرابة الشخصية وشكلها يعني إلا أنه كان رد الفعل جميل، ويعني كان حاجة مشرفة الحمد لله. حمادة هلال وتجربتك معاه كمان كل عام. حمادة فنان جميل جدا وإنسان أجمل على المستوى الإنساني، هو شخص محترم ونبيل، وعلى المستوى الفني هو فنان جميل ومجتهد، وإن شاء الله أنا أتوقع أن كله مستقبل باهر بإذن الله.